رجعنا لكم اعزائي المشاهدين في تاني فقراتنا النهارده برضه مع الباشمهندس محمد عيد اخصائي زراعه الطماطم في الاراضي الصحراويه، واحنا معاكم النهارده من محافظه الفيوم. اهلا بحضرتك مره ثانيه. اهلا بك يا فندم. يعني احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن موضوع التسميد وعن الاهتمام بالنمو الخضري، خلينا بقى ننتقل مع بعض لمتابعه مرحله التزهير. المرحله دي تحديدا هتكون محتاجه مننا ايه؟ هي مرحله التزهير زي ما انا اتكلمت من شويه وقلت ان هي بتحتاج ان انا ارفع نسبه الفسفور شويه عشان النبات يتحول من نمو الخضري لنمو الزهري او الثمري، فدي مرحله بتبقى حساسه جدا وبالذات في الجو لما يكون الجو حر، فانا بحتاج ان انا اظبط عمليه تسميد البوتاسيوم والكالسيوم زي ما احنا اتكلمنا من شويه، ولازم يكون فيه نوع من منظمات النمو اللي هي بتساعد النبات ان هو يقعد في درجات الحراره عاليه. زي ايه بقى يا فندم؟ زي الترايتون مثلا على سبيل المثال. مركب الترايتون مركب كويس وبيساعد النبات على العقد، وبيبقى فيه طبعا طالما فيه عقد كويس يبقى فيه محصول كويس. جميل جدا. طبعا الترايتون من ضمن مثبتات العقد يعني، لكن احنا النهارده بقى عايزين نتكلم عن دافع للتزهير الاول قبل عمليه العقد، يعني حضرتك برضو ممكن تنصحنا بايه؟ هو الكواخا ماكس مركب جيد جدا بالنسبه لعمليه دفع التزهير. لما الاقي النبات عندي ان هو نمو خضري كثيف بس التزهير قليل، بدي منه معامله او معاملتين، فبيعمل عمليه بيحول النبات يخليه يدفع تزهير فبيديني انتاج عالي. يعني طبعا بما ان التزهير حصل ورا منه على طول العقد، يبقى احنا هنشتغل بكوخا ماكس الاول ورا منه ترايتون. سجل كوخا ماكس الاول ورا منه ترايتون. كوخا ماكس هيدفع التزهير والترايتون هيدفع عمليات العقد. طيب خليني برضو اتكلم في نقطه مهمه جدا، اثناء عمليات التزهير والعقد اكيد في مجموعه من المعاملات مثلا ضد الحشرات ضد الفطريات، يعني ايه هي بقى الفطريات والحشرات اللي ممكن تظهر في الوقت ده؟ هو احنا طبعا عندنا الاساسي اللي بيحتاج مكافحه كبيره جدا التوتا ابسولوتا اللي انتشرت الايام دي بصوره كبيره جدا، ودي من اهم المشكلات اللي بتقابل المزارع سواء في الاراضي الصحراويه او الاراضي التنوية والصحراوية بالاخص لان اراضي مكشوفه، فالتوتا ابسولوتا دي حاجه كده بتبهدل المزارع فعلا. يعني التوتا ابسولوتا في دول زي يعني في دول في المغرب العربي اتدمر محاصيلها تماما بسبب التوتا ابسولوتا، يمكن احنا في مصر الزراعيه عملنا حمله شديده جدا وقويه في مكافحه التوتا ابسولوتا، لكن خلينا برضو نعرف ايه الجديد في مكافحه دوده الطماطم او التوتا ابسولوتا من الباشمهندس محمد عيد. هو طبعا التوتا ابسولوتا زي ما احنا اتكلمنا للاسف ان احنا وصلنا لاوقات من كتر ما المزارع بيرش مركب بعينه مره واتنين التوتا ابسولوتا بتاخد مناعه ضده، فبقت مشكله كبيره جدا ومتفاقمه لدرجه ان هي ما المفروض ان احنا عشان نشتغل على نكافح التوتا ابسولوتا صح ان احنا نرجع للاساليب القديمه اللي هي الفرمولات، ويكون كل المزارع بالنسبه لا ما ينفعش مزارع واحد يحط فرمولات ومزارع ما يحطش، اللي هي المكافحه العاديه الطبيعيه اللي هي ما بتضرش الانسان حتى فيما بعد، لان دلوقتي المبيدات الحشريه انتشرت بصفه كبيره جدا وللاسف بعض الناس بتستخدمها استخدام سيء، وده بيرجع بصوره سلبيه على المواطن بعدين على صحه الفلاح اول واحد، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير يعني، بس خلينا نعرف النهارده موضوع الفرمونات ده بقى ممكن نشتغل عليه ازاي. هو الفرمولات ده اللي هي المصايد اللي هو كبسوله كده بتيجي بتتحط في الغيط، بيتحط بطريقه طبعا معينه، هي طبعا فيها رائحه معينه بتجذب ذكور الاناث ذكور الفراشات اللي هي بتاعت التوتا ابسولوتا، فخلاص اصبحت الاناث لما اجيب اجذب الذكور فالذكور بتموت فالاناث بتصبح عقيمه، فخلاص ما عادش فيه بيض ما عادش فيه فأس، فبالصوره ديت انا بحافظ على الارض بتاعتي من التوتا ابسولوتا الى حد ما. جميل جدا. طب هل المصايد دي ليها شكل معين مثلا زي مصايد الذباب، هل هي زي المصايد الارشاديه المثلثه الكرتون ولا بتبقى مصايد اللي هي البلاستيك اللي فيها ثقوب ديت؟ لا اللي هي مصايد بلاستيك وبتحط فيها ميه، وانت بتحط في الميه ديت ممكن تحط فيها مسحوق غسيل او ربصه حاجه، المهم ان هي ايه لما الفراشه تنزل في الميه ما تطلعش تاني. جميل. يعني طبعا فكره الفرمون يمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقات سابقه، هي ان انا بحط مثلا قطنه او حته اسفنج متعاصه بقى في رائحه الاناث، وبالتالي الذكور كلها بتروح على امل تلقيح هذه الانثى، بتخش جوه المصيده ما بتطلعش. طيب هيقولوا لي طب ما الاناث واقفه بره وبتتحرك زي ما الباشمهندس محمد عيد قال النهارده، الانثى ما دام لم يتم تلقيحها اذا مش هتبيض، وما دام هي مش هتبيض يبقى مش هتحط البيض بتاعها في الثمار بتاعتي وبالتالي مش هتاذيني، وجودها زي عدمه.
نفس التكنيك ده احنا اشتغلنا بيه قبل كده مع ذبابه الفاكهه، هو اللي هنشتغل بيه مع التوتا ابسوليوتا. وخلينا نسال برضو، هل في كمان اسلوب تاني يعني اذا ظهرت بقى الاصابه فعلا؟ يعني لا، ظهرت الاصابه خلاص يبقى ما فيش بديل غير ان انا ارش مركب زي مركب الكوراجين، على اساس ان هو نسبه البي اتش بتاعته بتبقى قليله شويه بحيث ان هي ما تسببش ضرر بعدين. ده المركب ده هو بصراحه اثبت نتائج كويسه جدا بالنسبه، هو الوحيد يعتبر اللي بيقضي على التوتا ابسوليوتا. تاني اسمه ايه؟ كوراجين. كوراجين، كوراجين للتوتا ابسوليوتا، سجل كوراجين. طيب كوراجين هنستخدمه بانه كميه وهنستخدمه ازاي؟ هو الكوراجين بيستخدم العبوه بتاعته بتكون غالبا في منها 100 سنتي وفي منها 200 سنتي. ال 200 سنتي بتتحط على 1000 لتر ميه بالنسبه للرش، وبتبقى نتائجه ممتازه جدا. وفي حاجه تاني غير الكوراجين، لو احنا جبنا مادتين مختلفين عن بعض زي ماده مثلا لمكافحه العناكب تكون ابامكتين على سبيل المثال، ايوه، واخلط معاها ماده تانيه زي مثلا اللمباده، واخد بال حضرتك، او الكلور بريفوس، فده بيعمل المادتين لما بيتخلطوا مع بعض بيقضوا برضه على التوتا ابسوليوتا الى حد ما، بس ما ينفعش ان انا استخدمهم بصفه مستمره عشان خاطر بيضعف معايا التزهير. جميل. طب ما احنا خلينا برضو نقول برضو حاجه يعني نحل بقى، يعني احنا كده حضرتك قلت على حلين للتوتا ابسوليوتا، وحضرتك قلت قبل كده برضو ان الحشره بتعمل مناعه لما بنستخدم مبيد من نوع واحد، وبالتالي انا اقدر بقى اعمل مره كده ومره كده، صح؟ مظبوط، هو ده الصح. غالبا المزارعين اللي هم اللي شاطرين في زراعتهم بيستخدموا مكافحه التوتا ابسوليوتا بالطريقه دي، ان هو بيستخدم مره مثلا كوراجين ومره ثانيه بيستخدم مبيد عناكبي بيخلطه مثلا مع كلور بريفوس، فبتبقى الحشره نفسها ما بتاخدش مناعه. طبعا نفس الفكره، هي نفس الفكره اللي موجوده عندنا في جسم الانسان يا جماعه. يعني الانسان احيانا حضرتك بتاخد مضاد حيوي وبتلاقيه رائع، يعني اول ما تاخده كده تحس ان زورك ما فيش اي مشاكل، تيجي تاخده ثاني مره جميل، ثالث مره تلاقي ما بيعملش معاك اي حاجه. ليه؟ لان البكتيريا او الفطره او الحشره او اي حاجه في الدنيا بيحصل لها مناعه ضد المضاد الحيوي، هي بتدافع عن نفسها. فايه الحل؟ ان انا دايما اديها كل يوم جديد عشان ما تعرفش انا بديها ايه، ما تتعودش عليه، وبالتالي اضمن كده مكافحه بشكل جيد جدا. طيب خلينا نتكلم النهارده بقى، يعني وانا برش وانا عندي تزهير، ايه بقى الحاجات اللي المفروض اراعيها؟ هي دي الخطوره اللي احنا بنتكلم اللي كنت بتكلم عليها من شويه، اللي هو موضوع كتر الرش وزاد في مكافحه التوتا ابسوليوتا. ده بيعمل عمليه اجهاد للنبات، واخد بال حضرتك؟ فاحنا هنا بنتكلم بقى، بنقول ايه، نقول ننصح بقى المزارع ان هو لما يجي يرش لازم يتلاشى موضوع درجات الحراره العاليه. والتوتا ابسوليوتا افضل توقيت للرش ليها اللي هو بيكون بعد اذان المغرب، اول ما الدنيا تبدا تظلم، يعني ده الوقت اللي الدوده بتظهر فيه، الوقت اللي هي الدوده بتطلع بره الورق وبتبدا تنشط وتشتغل. فعشان كده غالبا المبيد بيكون حتى لو جهازي يفضل ان هي تترش بعد المغرب. جميل جدا.